يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبيل الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام والتمسح بهما يعد شركا في الأفعال؟ عد بدعة، لأنه ما ورد تقبيل الكعبة ولا تقبيل مقام إبراهيم، إنما ورد الطواف بالكعبة والصلاة إليها، وورد الصلاة عند مقام إبراهيم، ولم يرد أنه يقبل أو يتمسح به شباكه أو غير ذلك. نعم.